هدي أنا وأنا إيران كهلين أم بانا كهلين ديارة ذات كل الهداي سواء أنا الهدمان أنت أسكر مال جسدي أفر ملوك هذا ديلو يعني ذات مدراء حبدي له إن ما أنت كأ مستوى داريوشيمو هذا الصومالي إنه متوه حكون هذا نك الدمبلاه هذا أنا وقبيل كوجود دفاعه أما هو كوجود دفاعه كوا ذات غلطة وسوء ولي أو كوجود دفاعه الفرماجو إلهي آيات أصنع بالنوح وأكسيم كلكم على سنين نبي محمد رسول الله وشو قدمي فجريت إلى إسلام أصنع بالنوح ساسوي أسير إلى المنديس إلى رافع ماله وحانا كحيوب بدن لكلاي جساس كذلك اللي رأوه رماني بدون كاجر أفر بقوله تلقي عاصمة الجوكت مالك تذكر يديرين تقولين ونكو وقاو ورانا ولو بكرة السماية الأخيران تري قدومي كسماء لو بكرة السماية ديارنا اللي رسيدي دبت عركة لغو أساسور لعدينا لو بكرة السماية لكن يعني عبد الكريم نكرة السماية لقلب لك لو بي هدي أنا وأنا إخران كهلين أمبانا كهلين ديارة ذاتك للهداية سواء أنا للهدي ماي سواء قبل أين للدين ماي أنا وحا منا الشيخنا سواء ما إلا أولا سيمان ردد كاسي أردد يعني كهذا بدلا لغا جوجي شهادته سواء كوين لغا جوجي ماي مركا ذاتك نهايو كاميرا هورتي مايو وحيد عشيقي مينو وذات هورتي يعني هداد قولو قيلنا أنا وراء ما قرصو قروا يا جهاد هذا هو تفتو نما كجرا إجات كعناي قبلها هاي هي حاس كاجي كان نح الله يا ذو قصة شد يا يوسف اللي ولا شيء هذا ماين نك شال دتك مواد دك الصومالي يقول دير أكو وهر حسوة أنت أسر مال جسدي أفر ملوك هذا ديرو يعني دتك مدراء حبدي الله إن ما أنت كأ مستوى دال يشيمه إلى ترى حالي سي والله بالله تالله إلهي إلهي غان لو قول أرتاه إن أنا دول أنا كوهر من قف لجو ترى أنا كوهر من واتوق لي العكت عن كل إن قلوش وغريس نما أنك قادنا يعني الآن كأثن أو نسيس سابتا مصير كاين أنا قاس كالي ما فهمت مصير كاين أنا قلنا أقوهي بيسمينو إذا ندول قلين لما جرتو وحان روائنا كعذر دارو أنا أبو رجاس كاب بحيو وربعين تقارا وحيو لهم قدقة هوية الشرياري هوريك الكوري هوية ما هنا نقول قدقة وقد سومالية وحو أس أسمان هو إن إنك الدنبيلها إنت عدك السومالية وحكون نوضع وما سنتي وما سنتي عدك السومالية إنه أنت وحكون نوضع إنك الدنبيلها حدنا هو قبيل كو قد دفاعه أما هو كو قد دفاعه كوا ذات غلطة وسوء وليه أو كود فعل تو كذا شيء تاسع عن ربع أنا جاني كوفة ملك أنا جا دين بها دو قالوا إن أنا روح هرك على لك حيوسا صرفنا أو مدة الصومالي كان رئيسته من دين بيرة أو قبيل كود فعل وبين حد يساس يتامر كم بحال ذكاء سنين ولا ريالو أنا وين جالسين شريرين لما ضوا الشركانو كلامي حين ما أنت كدب shirki ugu weynay hadii soo kaleen noo dhame u dhici doona ee dadkii iska lahay wali wax ka dhameeyeen waa maasantii waa idin ku soo dhaweynayna waxaan idin sheegaynaa oo aan cid ka qarinay innaka inta darhum yudlu ibadaka walaa yaridu illaa faajiran kafara el farmaajo ilaahay aayadaas nabi nuux waa ku simi kara kuma la sinin nabiga maxamed oo soo baxay ugu soo gudbiyay فاجريت إلى إسلام السنوات ونحن ساسوه إلا هو حفاجر هي ما الله يعني بابي هو هي فاجرين تور فرماجو فاجريت أو كذا الهدف حن كل هذا أنت رجل أنا إلى شغينا بحيدا يعوده الغارة إلا هي ما لحونا ولا لك هذا محمد نال حسافر أبل هذا مركي القدية دي مداري محول وفي دوق القدية أفقين بيا الوقع بتاعه سكعي النمير ما لحونا ما هو أني أفقين بيا الوقع بتاعي وأني الدين بيلا نكاس إيو يعني فاجرين تا حمر أو يمد أو ضربته إيه بربانك أو جرت إيه قريها أو أضل إيه عصيقة وحانا نقول ظالمين لها هدي نكاس كوانا قصيا نكا إيه عصيقة ظالمين توا هدان لافنو ركسوا البيرا وشيقينا عصيقة ظالمين دي سعيدة لافة مالي
وحانا كحيوك بدن لكالي جساش كنك اللي يرى او الرماني بدعنا كاجرة افر بغولو تانقيا عاسبة جوكت مالك يددكو يديرهين تدوينو نيكو يوغاو افكار تدوينها رادين انانو وحكا سنة اذا كحيوك بدن انا الله نقل وحي فرماجي وكو سمعي نندبان اسان كو سمعين اسونا وحان كو علينا انا هاد درميلها نقادو هاد دي كالي الوحي يمادو واسل اركينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن كستد ماشي وقيمي صومالي قال لقد توا ديغان كل اني اعلان على الرابط ديغان بدي ان اعلان انا اذا سعلنا فرفر ما جو اللي كشل اللي يقيني يا تهي عزيزا ومدا واكو يقانا انا دام مدحوينين ما سبحينا ديغان بدي ما عندنا نكا يلا يا بلتاس لو بقلت هذا الشقف ولا حس الشيخ محمود دورتي بناء على الغلقات اذا ايش مجلس وكي نكي هور محمد عبد الله فرماجي او كجيدي غريسا او يري صومالي واني ادا ماشي اللي يراهدو لين كستد ماشي وقيمي صومالي قال دقتا و ديغان كل اني اعلان على الراو تن اولي جبت السبنا كجرنا ورشالي سن سن مركز باشالي سادي دلك الدولة نما وقرن ايا لو ديريا قعدت لغا سعد sida dadan shintaan ugu tagayso maanta waxa halka ana erber gudisteemado qaramada madow ninki aka burusay oo james swan ugu bedelay ki ka horeeyo oo kusoo jeeday afrikada saxay la beri miyamaane oo kusoo jeeday ugu raacday oo yiri ninkan aleega raacday oo wada ugu dhib ku haya gaalada waa yaabeen waxa yiri ninkan dowladan yar oo tacbaanka ah anaga nalo tartamay saxay tahay ummadda dhan waa yaabeen marka hadda ninkii aduu leeyahay dadan waa mar labaad doorashaan rabaa deegaamadeen aada anaa idin soo celinayna war farmaajo ninkii shalay la yaqiinaya tahay adiga ummadan waa ku yaqaanaa ceebtaada guriga ina iska joogtada wax dhibaato ma daday sinti yar oo lagu siinayo ana ku biilka biiltaal roomaay ana tiraahdo soomaali jatta samadi galeysa dadka dhana geedaha yaabsan naxishoonay maba caabo marka waxaan qabaa maanta dadka kasoo macnaa arintan ka dhawaajiyay oo gudoomiyaha koob ka yahay ee barso xasan ku jiro salaadiinta afarta beelood iyo barka oo meeshan fadhido caawa horta aada arinta ugu wanaagsan tahay caawa ka bacdi inaan ka seexad doonay waqti arinta ki waayo inuu yiraahdo war dadka deegaankiina u naqda xoolo raacda adada madaxweyneen ma iska bixina deegaamadeen ma aydana ninka yeelay baltaas ciyaaqii yar waxaa lagu wartiyaa war guriga waa ka yeelayaa maanta doorasha gashay madaxweynimada waa laga qaaday doorasha 215 qof wada xasan sheekh maxamuud doortay banaacda laga qaaday cid aad eedays ma jirto doorasha daaradana san doorasho lagu geli karno guriga iska joognayo waxaan leeyahay maxamed abdullahi farmaajo sidda kuno macnaheedu oo lagu siinayo xildhibaanada lagu siinayo haddaba kuu nabad gashaab nasiib leedahay guriga ku xaroonayo oo bilaa tafakhur